كلمادا عاوة عن مقليسين محاويان حال السلفي في رمضان سلفك حال الضائي كسب ناجرين مركي رمضان لقره مش رمضان سلف يا لي هذا ويا سلفك عن كود ضيانا إنه رمضان كا كود دالي جيري دال كودينا عن ربنا إنا عن كشد هالقادمون كقد ضيانا سلف حالي إلى هذا من اقتدوا وانتهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكى النبي عليه الصلاة والسلام كدّي ذي وددي سقى ذي أيضا وطبق أيها أو كدّق معي أيضا قرآنك النبي عليه السلام أي كدّي أيام عمل كيسي يعبادة ديسي أقوالي أفعال يصفات النبي عليه الصلاة والسلام ونهج سناء إن لغد يده ذكى وددي سقى ذي بوحال إلى هذا سلف مركز سلف لي رادنا وعوه الرئيس سوغل يا دخول أولي أهل الأزمنة الثلاثة سد حد الزمن أما قرني أوه الرئيسي دتكي كن وراء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تابعين ته أتباع التابعين والنبي عليه السلام يرى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرني جاء أن كنا ورائبها قرون توفد بدن النبي عليه السلام وقرني جاء وكنا ورائي الصحابة دي سيكلمنا ورائيين قرني كحي جاء والتابعين تي صحابة لكل أنتي قرني سد حاضرها لمن كي تابعين تسوق جاري أما دب كي تابعين تسوق الرقي هون حي عظم كوا صاروه الرئية قف كستو منهج كاس وضد أسقاط طريقة قصة ويس قصة ويس العمل بالكتاب والسنة إن قرآن كي سنة الغدغمو على وفق فهم السلف الصالح أيضا لقنا كان هو فقسية سلي سحابة يتابعين تي يتابع تابعين تفهمين إن لوقع ترأي تهي سيقود عن القرآن الكريم كواك قصة وكوابي سدح قيمات وإله سبحانه وتعالى على سورة في سورة التوبة هي في سورة الحشر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا سابقون الأولون كوي أهرية الدين تأهرية قادة شديدة رمين تهيدة مهاجرين أنصار ويككوا منعين إياكم يكون راعي دين تاسي وناك قاسوه ويكدم به مهاجرين يا أنصار إياكم كدم به إياكم راعي إلهي سبحانه وتعالى أويري وحيناهيا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلهي ونوضع فأنك إياكم إيمان كدوهري كوى راعي أيضا السابقين مركا لغا هذلا مهاجرين تروا إليهين كوي أصحاب الهجرتين كهابا كاميرا أنصار تروا إليهين وأصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية سابقين تبع الوتريا مهاجرين تنا والذين اتبعوهم بإحسان ويسوى قلان أو تدكي سوى إسلام أي مسلمة الفتح لبيه شري مركا مكالا فرتي أنصار تروا ويسوى قلان ودكي دمبي أنا بقول لكم صوّق لي مدينة إسلامية دين تقاطي أيون هو الذي يتبعون بإحسان وين غريان؟ ذكى صدر وحاول تريا سلف إنيهين وحكاه رجلا زمن كعسقة إمام الهدى هنوك إمام كودي وسيد الأتقياء أنت الله كعبسة سيد كودي محمد الأمين
ابن عبد الله الهاشمي رضي عليه الصلاة والسلام نبي جنا وهرية وحلو ده ينايو كده يشدي يصير رأدي سوى عبادته هاي فهم كدين ترى يقص لي صمته هاي وحي النبي على قطع عليه الصلاة والسلام نبي جنا كهر جلا كدم خلفاء الراشدين كدم الصحابة دي سي صحابة أنت وحبارين يكسب بحلي مدارس ذو تابعينه يتابع تابعين ولا ليال إن سلف سلف كلا غشة كي عبادة وذي طاعة وذي قارهم رمضان كسيد ذلك جرين فإذا ذلقي يري وحاكم إذا الاعتبار مركز أركتو صلاة وضا يصوم كوضا يقراءة القرآن كوضا يسيد القرآن كو ختمي جرين عبرة نوصها هذا نوع قراءة وإنتا كل لنا كل شيء وإنتا أننا نورش أدونك كل حجر كل حجر هذانا عجب العجاب وحل ياب الله لقى الشيء أيوه في قراءتهم وصلاتهم وقيامهم واعتكافهم وصدقاتهم مركز لقى هذا الآية عبرة نبو السؤال وحكو جرت مركز شحذ الهمم همذا إنك نقول جرت فاترة ضعيف كأه كسر كي عجز كي كجرة فوررته همذا يدا إني لصوفي ما كان رتصي أي دبج عليه السلام عبادة سنجر يا صحابة إن الصوفة هي ماذا إن يكون كعبه وإن برادك سنة توزيزه يا كجرت لكن لنا عكر مركز الغفيرية إن أنكشة كان السلف كي هي عبادة ذوي ضاعة ذوي الصفات كي ونعكس نعي الهين إن جونا أنا الصفات أسباء أنا الهين أنا جهاد الله يي أنت إن كلامه أي صفات الصحابة يسلف الأمة يوحدوا طانا أنا بقى كين ونكمل قنن أرن كمين كين حصرة هي ندامة هي فول حمى يوح لقح الشارة بقى أنا نكمل قنن أكون بقى مين أنا كشكل أيضنا حمو كذا هذا لنا عمرك الغفيري لكن ابن القيم الجوزية رحمه الله شمس الدين كتاب أولاه وليراد طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين كتاب لراد له طريقة يودد الله مر لبدا هجره الباب ك لبدا سعادة لققره يكون مع عبي كتاب هجرتين طريق الهجرتين ولبدا هجره حلقة وضع أو كوضع إمامكم الهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن إله الله هجره ذو أي كتاب كهذا يا إله الله جل وعلا حويان إفراد العبادة لله الإخلاص إلى إخلاص العبادة لله الإنابة التوكل الرغبة الرهبة الخوف والرجاء التوبة والإنابة إله سبحانه وتعالى عباد الله خالص له بأنواعها أنت النوع عبادتك كمان تعالى رب الوحدة سبحانه وتعالى حق إله ولا هذا إياه الهجرة إلى الرسول بالإيمان به بالمحبة عبيه إن لا تشعر الله الرمية لقد ضيضه لقن كيس السوبناء عليه الصلاة والسلام أفعاش كينا يقواش كينا سكرات كينا حركات كينا لقنقا كينا ربا يوم نقضه نبقى عليه الصلاة والسلام يرهد كيس أيضا وهجرنا لبادو وعكرت ما النتيجة الدخول من باب السعادتين لبدا السعادة الباب كوينة قشه في الدارين الدنيا والآخرة كتاب كاسو سوقاتي ابن قيم كلمة عجيبة أو كساو سنسلف كي يكشي كانتو هذا إيا ابن قيم أدقرنا إسان إنو كعام بحي العلم والعمل علمي إيا عمل فل إنو عام كوها لقرنا إيا وقت يسو داري عمر يسو دنبا كبي حيي وحبر شيء وحبرت هداية إرشاد دردارا إيا خير وشيء وقت يسو دنبا كبه ميست يا هذا الكأولي يا إبرك السلف كشاكين تدوك هذا اليوم وعدت شيء برنامج يومي لحياة المسلم أفك مسلم كأه نولش يسه يا عبادة يسيا ضاع يسيا خيرات كسوق فايد يسلا أبو برنامج عدت شيء وكم رعابي أنا تهاي قال كسلف كأه وبغ مجرين هذا الكائن تقول بذكره مقدم الله يا الله وتواضع إسانة سيسا أننا إنا كسيش شيئنا سيسا يوكو هذا الوحوي رحمه الله والسابقون المقربون
وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم اتصاف به بل ما شممنا له رائحة عير سابقين تي مقربين تها إلهي ودو هذي خيرك أدك دغي مركو يريبو حجري فنستغفر الله نستغفر الله وابن القيم رحمه الله حوله إلهي بعد استغفار ويدي سنينا يد مداف سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم إن كشك أن حالك سلفك كشك أنت أسان إلهي دم داف ويدي سنينا محايا إلي وعدم الاتصافي أنا وكس في سنين أيدي سلفك هاسي كس في سنين إن هذا كشك أنه بل ما شممنا له رائحة حتى أدوك وعي سمين جرين أو وناك حتى ما رم أرسانين بوله ما أدوك سنين إسكاد عفين على إيمانه نقصد على واكما من القيم الجوزية وي. إيمانك عظيمك صاحب الكتب النافعة والمؤلفات الجليلة والحكم البليغة كتبتي سمك هذا ربطه وعلى الكيسة كتبتها سي علمي وكو قرن إنه يهي علمي من القلب إلى القلب قلبي يكسر قلعي وقلبي يكسر حكمة إلهي وسيء النور إنك سأقول لكم إلهي إنك شاكي أن السلف كإلهي من كدم الأفضل بيننا أنه وكسي في سنين سفاد وضي حتى أنا الشم ما شممنا له رائحة أولا من وصف حاله ما كدب من أفضل بين نبيل وعدم الاتساف بل ما شممنا له رائحة ولكن مركز حجر هدنا ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها قوم كاسي السلف محبة عقبنا لو حنروح باريسا إنا انبرنا ومنزلته ودرجة ودي مرتبة ودي انبرنا وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن الإلحاق عن اللحاق بهم نفط هواها تومد كدب لعصم وكجو أضي إلى الجهاد مسافة عصر منك أي جارين ولو تبرت نبه كجابته يعني جارين حد أنا إن عن شعل الله حبضة مقبنا يا روح مباري سين عن برمو كشكين بوري ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة ففي معرفة حال القوم قوم كحال كورينا كشكين هم برمو وحاكسوا غنبو يرفائدوين فربضان مركزوا فائدوين كي وحبضان كالشيغي وحاكمي ذا يري منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه دام الله إنه نقف كان متخلف كآه الزلف سلف كأي مرتبة ذوري درجة ذوري يوضى ذوري كدب نحي المسكين كآه إنه كالزورين مزريا على نفسه طرفتي سحقيرايا ذام الله عنانانايا ما كان رأت السلف كي يوهي قبيم زرين نفتاري بها الحقي ريسا والعنانا ريسا والمحاضي ما يشكل لي وروحي سبين جرين يأذيك حقيات كلا جوب تام إنه يرى هذا الضرار دي بلغشة كينا بكري ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى كما الزولا يقلب كاللبات إن نفتي سأي قلبي سأتشغي قلبي تشب إنه كسو غيها إلهي هرتيس سبحانه وتعالى لمن كان اسمه شيء قارين يا سيد حاكي سمركو سكر بنيه إنه قلبي جريه أودنا إله يرتيس وضعف جزية تبرتيس وأجد بنا يا أرم مجري دليلا له حقيرا إنه يهيبت إله يسكت الليل يا أسكو حقيرا يشهد منازل السابق منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين وهو أركان مرتبة ضدك سابقين تها إجارين يا بوسس كودي أصبر وحكمين يا زمرة المنقطعين ضدك الجوعي بنشري دبدعي غير كود كهري جمع راس كجراه ويشهد بضايع التجاع وهو في رفقة المحرومين وحوارك يا بضايع عرب مشتركة أصبر وحكجرا كواحدة يا جماعة يا رفقة محرومين تي بضايع راس إيو تجارة يا لذه الجوع كقطع الهيسنين تشبيه
markii beecsharo laga hadlo oo kan dukaankiisa buuxo oo kan markab u soo dagaayo oo kan diyaaradda uu kaargo ka keensanayo oo kan bakhaarkiisa uu buuxo oo stookiisa buuxo dhaqaalihiisa uu muuqdo mid aan waxba haysanina uu ku dul wareegayo saa u fiirinayo oo wuxuu ku soo gatay iyo wuxuu ku soo rartay midna aan lahayn waa adduunyadii ribaxeedii iyo faa'iidadii adduunka iyo tijaarada adduunka laga hadlayaa laakiin maxaad u malaysaa tijaara maca allah ilaahay oo lala tijaaraysto subxaana wa tacaala oo cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii ilaahay subxaana wa tacaala intii la sameeyo ribix faa'iido fiican laga helo ina aladiina yatluuna kitaab allah waaqaamu salaat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبوء كوا كتابك أخرنا يا قرآنك إيها دانا صلاة دانا أولا يهجا جناي وحي إلهي السيانة نفقين وكب حناي إلهي اللي التجاري سنة تجارة إلى الربح عن خسارة لهم بين من كاس الرجيلة مركا هدي الدنيا اللي قف كاس الربح إلى فائدة إلى تجارة كسر إنها لمتهاجو oo adigana isleedahay kuma jirtid oo waad ka dib dhacday oo tabartaada halkale ku dhigtay dadkaas ayaga ilaahay la tijaaraystay ee ribax iyo faa'iidada helay ribaxa adduunyada boqolkiiba hal faa'iidada boqolkiiba laba boqolkiiba toban boqolkiiba soddon ugu badnaan boqolkiiba nus iyo nis hal la isku la dicfa laakiin tijaarada ilaahay subxaana wa tacaala inta ugu yar waxaa weeyaan man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban la dadkoo dhan baa iska le mid ayada qof kasta oo camal saalixa la yimid oo dhan toban laa baa ugu yar waxa loo qori shariidat alikhlaasi walmutaabaca waxaa shardiga inuu yahay mukhlis mutaabacana la yimid ilaahayna keligii cibaadada u sameeyey haddana mutaabaca iyo ku dayasho nabi maxamed calayhi salaam oo la yimid toban baa ugu yar laakiin qofkii iimaankiisa uu xoogsan yahay xoog badan yahay camalkan si cilmiyaysan oo la yimid arkaantii iyo shuruuddii ilaaliyey ku daray taxsiiniyaadkii iyo kamaaliyaadkii iyo aadaabtii la yimid oo ku qurxiyey khushuucna la yimid ikhlaaskiisana xooggan yahay munaasabaadka iyo waqti walba oo laga faa'iidaystana ku beegay kaasagu waxa weeyaan sabcumiyatu dicfin todoba boqol oo laablaab ilaa adcafin kahiira laablaabyo fara badan wallahu yudaacifu liman yasha qofku rabu ilaahay usii laablaabaa subxaana wa tacaala wataa tijaarada ilaahay lala tijaaraysta subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay qofka asaga ah ee selefka ka sheekeynaya waxaa laga helaa ka sheekeyntooda inuu arko qofkan uu yahay qof tijaaradii iyo badaa'icdii taalle wuxuu ku gata aan haysanin oo ka haray qeyrkii oo ay tahay hadda inuu wax tabcado oo kale wa minhaa waxaa ka mida selefka iyo macrifada oo la barto cilmiga selefka iyo sifaatkoodii أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد وعلى غير ما بوليه إني سمكه برتي سلفك إيدك يوريك لما هبضنا وعي سمين جرين إني همني سكعرة ودينا أي كل بكتو ويكو تعلق ذو دكا أليغا أساقا ذوي كو الدنباء كدن هيكسد دم هيكسد رأيت كودي أوفير صدو بدان تولي أمير فب ka daba socdo walow meel fog baa allaha ka dhigay inuu daba socdo hiraado oo hiigsado tanaa ku xumbaar iyo ku xumbaaraysaa inuu selefkii uu wax ka barto wa minhaa ibnu lqayim baa ka hadlaya kitaabkiisii dariiqu ljiratayn waa hadal qiimo badan oo aan arkay naftayda iyo naftiinaba inay u fiican tahay wa minhaa annahu lacallah waxaa laga yaabaa qofka isaga ee selefka sifaadkoodii iyo darajadoodii aan gaarin laakiin cilmigoodii iyo sifadoodii wax ka bartay lacallahu an yasduqa fi raqba waxaa dhici karta inuu ka run sheego fi raqba raqbada iyo jeceylka iyo rajada uu ilaahay ka qabo wallaja iyo inuu u dumaayo oo magangelaayo ilaa man biyadihi alkhayru kullu axadka khayr oo dhan gacantiisa ay ku jirto inuu intuu u run sheego qadru nafsihi iyo tabartiisa uu qirto ilaahay subxaanahu wa tacaala isku bihin bihiyo kadib deena naftiisii uu xaq alla kula carara subxaanahu wa tacaala أن يلحقه إنه هريشي الله بالقوم ويهيئه لأعمالهم أعمال شوضنا وأدياريه فيسادف دكا اسمهم به التاس يا إله ودكا لقشة كرا إقار سيستاس وإله كبر يا الرغبة ناسي فيسادف ساعة إجابة
لا يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه. مركا وحد عكتين وافقه ساعة الإجابة وإلهي طفكي ويديس ساعدا سوء جيبي إن وافق دعي كرته. مركا أردتنا من كاسو ترى ربي ودوروا لنا مري ونقرسيه ساعة الإجابة إلا وافق دعي كرته. ومنها معرفة القوم سلفكي أولا برته وحال جهل فإذا أن هذا العلم هو من أشرف علوم العبادة. عبادة علوم تقطع على علم وشرف ظلم كمينه وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. مركي التوحيد كعلم يسلقها هذا علم كشرف ظلمها معايا المركي التوحيد كي أو إلهي إفراد العبادة لله يا مركي لقصوا التقوى مطابع عدي سلفكي والنبي قال إنه كهرقليه خلفه دي سي صحابه دي سي منهج كوري وضضر والذين تبعون بإحسان يا الله مركي لبعض مقنيسة وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة. إن علم قال الله برتنا نفوس الشريفة هي قيمها كجرتها إيمان كدن بيئيه أم بي مارتي مناسب أطاي هي مناسب أطاي. طيب ولا يناسب النفوس الرديئة الدنيئة المهينة نفوس تأي نفتحن أي حقيرا إن الوكفه أنتو أستلف كي أدقات شيو تأي هذا مناسب أماها. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله مركو أكل نفتي سئري تعشها السلف كشيكول طولي يصفاتك وعبادتك ضع عرض نفتي إليه تعشها مركو أركو فليبشر بالخير قفها خير كل شعر يستو فقد أهل له أهل بويهي إنه قرر عيايا وضر وذقاره فليقول للنفس مكا نفتي زي هذه معرفة دي هي مناسبة دي قلبي يدنا جهري وحاومها دايره كوعا الفرق علمي يا شوقي يا مناسبتي ولا غيري كعمل فرب على غربه مركه فليقل لنفسي نفتي سهلا هذلوها كل هذا يا نفس فقد حصل لك شطر السعاده ما في وحاجه اشتي سعاده يا اللي بانت نسك ادوار هالشيء وانا الوضبي سلف قاضي علم وربرتي كنت افرتي كساميسي ارنت ايضا هو سعاده يا اللي بانت نسك فحريصي كنت دار على الشطر الاخر نسك كاري فإن السعادة في العلم بهذا الشأن إن شاء لقاسي السلف كان لبرت علم قاسي سعادة الوهلة والعمل به قيبت اللبان وإن عمل فروحي أكبرتي فقد قدعت نصف المسافة هدي أدمقش السلف كي يكشي كانت وضي علم قولي مسافة كالبر والقويسي فهلا تقدعين ما تقويسي باقيا إنت صاحبي فتفوزين أكل ليبانتي فوزا عظيما ليبان وين الليبانتي دي dagaysoo ku dhaqan hada dagaysatay waa liibaan liibaanta niskeedi kale ku hadhay kontonki kale waa inaad ku dhaqanto dhaqan gelisay say u soo jireen say u salaad jireen say u sadaqaysan jireen say u qiraa'a jireen say u i'tikaafi jireen baa soo socota wa minha anna al-ilma bi kulli hal khayr min al-jahl ugu yaraan inaad barato oo cilmi yeelato oo salafki aad ka warhayso dhaqankoodi wuxuu ka fiican yahay inaad aqoon oo jahil ka tahay وقفت الجاهل كأكو لبا الشيء أياكو كولانتي عدم العلم أقوان لعام إيا عدم العمل عمل كعمل فاللعام حقو عمل فاللعام يقانيه لكن قفت الحقانا أيو لبا دي الشيء مدبو هيستعرضو هرين إنو حقانا أيو محاولي ما إنو كعمل فاللعام شرطنا معها أفير صدا إنكار المنكر والأمر بالمعروف ليس بشرط عصمة الآمر والناهي قفك الأمر أيه والريبة أيه معصوم يهي وأصلا وبقولك وبقول يهي بريء شرط معه يا الله مريني والرم قفك وحنا جرنا ينير وحنا جرنا ينير كل دغم وياه كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعله لكن حقصيح إنه وحنا جرنا يدك جرسي وياه لأنه ارتكب محظورين أصلا وحنا جرنا يكون دغم يا سو عندك جرسين الله براس أسكوت المريض مكان باب التخفيف المشاكل مفاسد أصلا أو كلف الظهر أيوة ويجي وجرر حتى دول كل رقم ينادي كانوا جارسين جارسين تاسع فأجر لغسل ده كانوا جارسية علم كان نافع مو نقل دعاء وربو هل وهل مجرى ومنها وعكم إذا فائدة لا يه لسلف كشيء كان توضع أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره وحال غير عرك يسأله إلى كل دريه وحدك كلا أي كفى إذا يستان بقسطي ما هو قسط أو بغير قسط ما هو قسطين والله لا يضيع مثقال ذرة
فعسى أن يرحم بذلك العام إلهي أنا وحي يلو قرآن شادا قفك كما ضيع عمل كيسة مركا وحال الرجين يا إن قفك الله أم حريستو قفك مقري علم كيسة أو كعمل فري عامل كاسة سببتي إن إلهي أجر كسي يا لغي هذا وإلهي أم حريستو أنت هو هذا الدير وقيمة بران وقيمة القيم وكشي كي يرنتي سامعنا كل نفوس تعديل تدبره ولا تعقله ولا فيرصده إن سلف على الشيء كي أهمية إلى هذا هاي هي فوائد إلى هذا هاي لكن أيها الإخوة كيف نستقبل شهر رمضان ونقتدي بسلفنا السلف الصالح ساعة رمضان كأقابل الله أنه وقد يناينا أحواشي حالبي السلف كأي كسبنا جري مك رمضان لقاره رمضان كما كسوده يا هاي ذاتك وحائل بضن نوع عبسئة نحذنة أفكهم يكون بلارين لا يهيني قاركوات من رمضان باصوغري دي باصوغري أغا حقا أغو الصعودة أي قلبه إلا كبوحي لسان الحال كوضة رمضان وحمودية هاي إلا وضع ما شاره وحمودية قعما فران لغو سودوية وحمودية هاي إلا سكوت دياريو ووريبا لو دبل دبل سودوية وانا سيدي سلفكو إيالي جرين وابا كدو عيسان جرين بقى. اللهم بلغنا رمضان إلا رمضان كان قارسي أي كدو عيسان جرين إلا هو نقارسي مركا رمضان كنا وابل عجب بضن وابل مسلم كأوى مدرسة تربوية قف كستوى مسلم وحيوته مدرسة تربوية ومدرسة تربياني سنفتيسي أو دب أصفاني سأخلاق ديسي أو دب أهجاجيني سنقن كيسي أو دب عصبوني سيني سإيمان كيسي أو دب أوحري سخالقي أبوري سبحانه وتعالى مركا خصائص رمضان إدقرنا إيسان وهي كميتا حتى قفك صومن أفكيس الصورة كصبع إيسان أبيض عند الله من ريح المسك إلهي تيسا وحيكو تقول انتهي المسك لكوه تقول بحكا صورة تقول مكوه تقول لبا تستغفر الملائكة اللي سايمين حتى يفضلوا ملائكة أدعو ليسوا إدن الله هو يدين إيسا إلهي كافراء تسفد فيه شياطين شياطين تواوين مردين هدبا الحرية تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار البابيه الجنة والفرايا وكوه نارا والحرايا في ليلة القدر يا كجرتا قيمة بضن ومسلمين تأيو صعيان ويسو جيدان والوقت بضن كب حيام والنصيب قف إلهي سيئو وفجيو يا كجرتا هبين كاس ليلة رمضان كجرتا ومبلها كان لقيه لين لله اتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان إلهي وكوليه ضد حرية هبين كاستوى رمضان ضد حرية وغيرها من الفوائد والخصائص والميزات فوائد فربضان هي خصائص فربضان هي ميزات فربضان الرمضان كوليها وخاص بلاها كالعودوية وكالوها فربضان باجرت صادرت أعماش صالحة بقى سيئة بك متأكد كأسالف كل دلال الجرين وعاكمدة بشهر رمضان صنكي إلا صوم والركن من أركان الإسلام إلهينا وجع لي أدون كيسا وقلنا وقلوا وحكو فرديها وإلهي رجع لي وحكو فرديها حقا الله ضدك إن واجبات كمكي بذل أيام إن أي من باب علابت علاسة قصار من إسكدتش أي أصمين أيام لكن أيوم مرين أيام السنوين كي فضائل أعمالك إنه كرفي عيها وأسي مارت وقت بضل أسي بحناي ما واجباتك أدها جاجسة وسيسحة غلطي مع الضوء ودين عكستكي استابته وقلبي قاضية قارب كاربا اسكو حبه وربي سبحانه وتعالى قارسي سوى صوره هكسل وكفي عنه إلهي وكجع إليها المجرة سبحانه وتعالى وكجع إليها المرأة نوال تدره نبينا عليه الصلاة والسلام بشائرته ونو بشارعه وحيهت من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان قفك الصوماء صار ومؤمنة وحوناك ومعوها وعدي يلوها ووشيين الرميسا إخلاصنا كتا يأجي الرأس الشوء ذنبك سألنبا إلهي دافايا وحي هرمري والله دافايا أجرك وين حديثك صحيحة في البخاري والمسلم قصوا أجرك أنت عليك ما هو حاسك هذا قفك عنتدي عبد إسكدائي كلا ها ما ها عنتدي باندائي عبد باندائي كريع أنت لغير ماي نبي عليه السلام وحويري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع دعامه وشرابه أن يدع دعامه وشرابه قفك كتب هذا الحمرة إيه إيه وحهم أصمعيه
قفك أستجع وأصومنا هنا كله قاتشدي سيرون كيس إله دم كمله انتظر يا عبيدا وكتر إله حبكم فراي إلى انتظر يا عبيدا أتكتر إله مجاريس وح إله الجاريس والتقوله ها وح الله بحنا يا أم حورا أم أعمال اللي ما واحد والتقوله وح اللي جد نحركه نحرك اللي جد والتقوله قفك مك الصومه وعلى ربع يوم الصومه أفيه أدم بق قلبي يا قارب إنه صوم على ربا على ربا صوم كي نذكر لي التقوى تقوى أذكر لي محل روضة وين طريق التقوى وكذا داله كت كت تقوى وكذا داله وصوم أنت صوم ها أنت يا عبدا كبح الجماع كبح الجماع الشهوة شهوني يقوى قيدي بلا جات شبينا يا وصائل واي غايد والتقوى الله كعبسي كفر إذا سجانس بس تاي صنفت لما قمن قاقي كبير كي بلقي بربوتي صار غمر ريمين so in dhigku ma gurin hadaba ka faa'iideeso hada nafti waa bab laalan tahay ajis iyo hamsi iyo calooshi buuxday ma jirto ibaadadi marka waa u leeyan tahay daacad iyo khayrki badi waa quraanka akhri oo salaadii tuko oo soonka ay hagaajiso oo ilaahay ka cabso sadaqadi badi wa sirta ilaahay uu sheegay subhaana kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladheena min qablikum ma'alayhi ya la'allakum tattaqun soon baa lagu fardiyeeyay maxaa laga rabaa حماد وين ذي كبصت كبر ها وحماد ترى كيف قالته ولا جنا بصتوا كرنساتوا زيادته الله يمات هذه هذا صوم كصحراء اللي ليه دم بلا وضفة وصوم كص نبينا عليه السلام حديث كانوا عليه الصوم جنة صوم هو قاشر حماد ضم بكرري أقوى صوما أقوى صوما صوم بكرري جنة ها مرتوا قاشر كبيرة فإذا كان اليوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل صوم بهذا كدرته اسكي لا افهمه فاسق نمو هذا الله وحونه وضم او جهل انه امر عابونا كفره فان سابه احد وابا الله دان دان صدي ها ما كان امو صوم اي سرر وطان اركا انا ترى ما والغو ما غي صومها انا ترى ما كان امو صنبا اي سرر وطان اركا انا ينحن امو صنع انا ترى بودم ايه وضم قطيه فان سابه احد قف هذو عاي أو عاي وكل سؤال صعب والمفاعل وحلق سوق علي وكل عاي وحد رئيسي أنا ما عاي دوت ها واس دياري لبيه بس ما فصلي إني بتاعي عرب خبص وطوري استعدادا لسبك أنت وحلق كاسوا يا كي إنها سينم عيدا سوي كاسوا في سبب واحد فليقلني مروم صعب أنا وانصوم ما يصير ها سيدقيت كي أكلت تمرتها جاءت تمر هذا طورته ما قلها بيكون سوريدي ما يتمر بيكون سوريدي أنا وقت طورته وقت ضاو عري تمر بعام بيكون طورته سيدا سوكر لنا ما قلنا أو حمانتي إنه نقول يري أن جواب في عن مجرى بحيمه وانصومنا هاي نفط هذا وقت عسل أو عرضي يو يكون تاننا يكبر كي يسنوين كي يوم حقود على غير كابس كعريز وحي يكون خلنا يس الشيطان كي نفطه وحكون خن عسل وانصومنا يعني كم كلام الرسالة دي بيبت مسجد بيو بيبت وحلال هاي أين صومك أنت أو أين صومك هذا ها صوم مسلمتي مركا صوم اسكو حشان هاي مركا وحان نقطة الداعي سي غير مباشرة وضع يجد عن ستة وصنهين ضدبان وضع ضدبان بالقف كي يدعوه دي وقرسي جزمات وان صومنا وان صومنا هذا تلسان معويا أو صومكيس ميونا نهين قف مسلم ميونا صومكيس اللي حتش عليك هاي ميونا طاعدي عبادية أستقل أولين ميون الرب سبحانه وتعالى ودا وارين يستحي ها وحشرايا وفريزرايا ومصايا انو عدايا طيب وصفه نبي جينا ونقول تلمام عليه السلام سيف كرة اي كسف اي سنعيين ان صنك لا الى شره لا دوره لا دفاع له حمانت لا الى عليه لو اله لو ودا وار سبحانه وتعالى حكم اذا القيام ان هذا مالتي صومريد هلين كنا سلاه تغنات سلاه التراويح سلاه الليل أنت أغنيتو صلاة دوتكتو قيام الليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسحبه وطبعا كي النبي يسحبه قيام الليل وحصان خاص يا رمضان يا تراويح خاص وعمونا نهجر وقت والباء صلاة الليل تكجرين وقيام الليل كعجرين وتهجود جرين رمضان كان هدكم وما جرته طبعا كدمرها الشاقب فالسيلة بالله بجري عائشة رضي الله عنها وحيلاتها لا تدع قيام الليل فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة هكذا القيام الليل كي صلاة الليل كنبي كما تجرين
هذو نبغوا حرمهم أما ويرد على عجزه صلى الله عليه وسلم فدوا كنت كنجر استأجدوا كن كرواي فدوا كنت كنجر سوق عليه سلامة وسلام إلهي أنا وافتيه وجدك أنا وهمونيه وهم جعلي سيو وجعل محبة ها ما نحب الشيء أنا كثر من ذكري وحاج على شات الشتاء وقص عطاء ونفطاء وكل خسرتاء كدر قصة كدر قصة أنا وهذا حنوم صار صرير صار من المستشفى لنا الله مع صدر قناع تليفونك يا قف صرير صار من المستشفى كتب وهكذا سكت حبيبي يا تليفون سكت حبيبي ها وحنوم صار لكن التليفون بلدين كنا وحنوم صار هاي لكن التليفون بلدين كنا ها وحكى لما كرايا وقت حنوم بقى هي لكن التليفون هذا دمت وفرايا وتصفوا على محصوك الري يا محزوز يا يا محنص قامي عبادة يا صلاة يا صوم يا ضاعة يسكت تهبيب الجنين أيوة حنون صن أيوة والله اللي عينه قربها الله والله يا صفك اللي سويس تاجين جني نبي قول أبتين عليه السلام أصبوا قدوة قدينا ينوى نبي محمد عليه السلام والسلام سلف كان إمام كودي بوها ويستاغي جري حتى تفطر قدمه لو يسال برر الجري مركا سال ليك سوي استاغي جري ليك ليك روح ليك روح بك سوي استاغي جري صلى الله عليه وسلم مركا سالك هذا رأت ليك يوه ساو تشي تشي حمد اركيسا ليك روح تفطر قولي كدر دلاعين إلهي عاشر نبي عليه السلام أي كوعنا على توتر نبي الله محسا اسمه قريسا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبك الله هو يكيد من الله دافئ محادث قد بي رسول الله ninkii anaga laga mid ah ayay hada haye haatif u dhawaaqo oo ilaahay abshir dambiga hore ee kiidama waa la dhaafay mubashir bil janna ta janna lagu bishaareeyay maxaa u maleenay gongo musku toorina barkintu dheereysan laha hurdadu dheereysan laha salaada ka tagina talbis iblis waba jira qaar shaydaanka waxa uu sheekayaa jira oo mutasawifada iyo qulaat suufiya yaqiin baan gaaray cibaadada oo dhanba khalas waan la koriyay shaydaan baa u dhawaaqaya kun dumood mar buu ku sii socda وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت قريبا لجدا مركا هل كاسو نبي قاري مركا سمح وجوابه عائشة في رئيلة النبي عليه السلام هذه الدم دي قيلة دافي كي هريا كي الدم بي قلت يا أبا البالي قري قف أبا القرتميان أنا هين بي النبي عليه السلام أفلا أكون عبدا شكوا ها هذه قلت يا أبا البالي قري ميانا شكري للإيمانين دم دي قيلة دافي جنات بارو غوبي شاري غوري جنات بلا جيي ولا توساي صلى الله عليه واله وسلم درجه اكو رساله غارسيه لكن وحصل نعم هي غلطه اول شيء شكرغيدي ها ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبد شكورا نبي نوح بلا ما انه يا شكور شكرين بلا شكري وحا كميده عباده بلا لا لا با عيسو عفمات كفايديسو علم كفايديسو حوله كفايديسو كل هذا هو شكر يعملوا آل داوود شكرا شكر القول الكريم ما حمل وانا غدا مركا نبي هكا سوق اها سفيريس ابن مسعود رضي الله عنه وقرنيسا نبي يقول لك عليه الصلاه والسلام بينها بينها كمل صلاه الليل مركا سوره البقره بالله اطول سوره في القران سوره البقره يو بالله وكولاء تش ما كفر ابن مسعود اصلا اصلا الله صلاه الجنين ويستحكمين وي والبقره تيهت ان شاء الله ان شاء الله ماشي اسكت وجنت ورا ها هكا سورها بقرة دمي سورة النساء ينبه رب الله على عمران ماها سورة النساء دمي على عمران صلى الله عليه دمي شجز بنبي أخري عليه الصلاة والسلام زيادة يا ها أخري إيه أخري أنت النبي عليه السلام معها قراءة نوكري مثل كده دي ما تدبر ترتيب ما الله مصعود ترتيب سد الجل آياتك وعيدك ولا كل استاجي آيات الوعد قال يا ظهر ولا كل استاج كوا الرحمة ولا كل استاج الله لا وديسل كوا نارتي على كل كل استاج ربي الله ما ينجري صلاة جديه هذه القرآن كله خلنا يا من هو والله ضابع يا القرآن كله سوى الله الله يا من إرى والله الله يا جوابه كم بحنا يا ربي سبحانه وتعالى أعلن يا ها أقرأ علنا يا أو كل علنا يا أو وديسل يا كم ينجر يا ركوع دي ما كقدر أنتوا تجناه وكر سجود أنتوا تجناه وكر كله ماقة ماقة مركز ركعتي كورات ماقة قارتي ماقة ساعات صدق ساعات أفر ساعات ضل جاب إني قارتي وهل ركعت هل ركعت إن أنا كوي تمر ركعات يا هل ساعة أنت كنت كنه ترى واحدة يا وربا الذي ولد كاس كاسة كفي عن أم حروف عيا دربوك بحصلات
دير له صلاه وكبها امام كازا كفي عن مساجد بقى كفي عن معرف في عيه ترتيل كيس يا قراءه دي سي تاني كيس يا خشوع دي سي او هنتي سماها دير بو نغا غارسين افرتن شان دقيقه كغبها كان ها صعب لو سوري صوره نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل ركعه يشجع سكتك دي صلى الله عليه وسلم اسوى نحدن جله اسوى نحدن جله صلى الله عليه وسلم مركو مدينه ايمانا يا ودوا اركان مكه مدينه 400 كيلومتر سو سعودي يو كنت لي صدح سنه مره كنت لي صدح جره صلى الله عليه وسلم انت احكامتي يا مدينه امورها اللي كسو دغينا نحدن صدح يا نحدن ما كنت مع ذلك عليه الصلاه والسلام قيام كيسي يا قراءتي سي واد غرميسا هذا دوت مع دو الصحابه دي سلف كي حرف ورايغنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوها هبينك متكجري صلاه الليل كانت راهي قدره الى امس في الليل كرجال جارو مركاسو ريكي ستوسين جري وكاكا وكاكا وتكذا 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 ولا تصبح دار واسك صلاه تكرا اي ريكي سلا صلاه اي ورب تكتر منا دهين لا لا با عبادات اهل كادي ريكا كوكي توسي كوكي براروجي يا براروجي المها بردده وين اسكت داي الى كيسو الى فكا او ان صلاه مرت هذه اسكت داي سلام باو حيتي المها الى صلاه وكو كري واي مساج قصر قراع وقراع وقراع الى مره كري واي بر عجره اسك ادي ودك شدم ما قاسو ود ويري هدي نار غري كو جره دبدو ككيلها كور اما قلبو كو خيق دبو ككيلها او كو قراع كو قراع لو توسي واي وكر واي تا ترى ما دب شدم ليه ما وحي تري سماواتك يان قيرده غارسين لها بالقرح ضمه قراع لها وهو ما اسكو در لها الى ككعو هذا النار بو سيره كو جره ابو غير صلاه او كتلي نار بو كو غرايا هذا نار تي ادوي ربي اله تي حرام ادو غبال دوي معن ابن مركا عمر بو صلاه لين كتو غير كيس بو كيو توسي مركا سو دنا مركو كيي يو وحو اخري قوله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيضا أخري إذا كان وحاد أمرت صلاة كن صبر صلاة أمر ليس هو إنك قربة حرام وصلاة ماذا يقوله كهر كيدي حروت قربة كريم وهي كن صبر كويدين من الرزق هي مصروف مصروف كما يقول يا الله كوب الله قاضي عند صلاة كل دذان صلاه كل دال ارساقه ولا هني ارساقه وحيانا هو يروح حكمي ذا انا غير كان صلاه كل دلاش ارساقه ده هو اتكاته صلاه كل دال ها جماعه كل دال زي كان ادم هو فاتو كده ربيها ارساقه ده هو هلاو قرانك اسرار تيس اوفرس ما هو اسكو خري صلاه ددك امر غير كان امر هي مصروف كي ارساقه دي او هني يا اسكو خري وحي لميت هاي أولادي عرورت مكة لقاها دلالي بري قوضي وناي قوضي صلاح قوضي إنه كوها قاقام أحد السلف قالوا يديوني ونلمي بقى قوات كاري ونمي رمضي رم محاسم إياه صدقاء أبادي بيو صدقاء أبادي أولا ميو محقص وقاتل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تضاهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم خذ من أموالهم صدقة تضاهرهم وتزكيهم بها صدقة يا زكوات ك وحاولوا ظهرا نفته نفته لو ظهرا اني يكون ظهر ما وعبادتي يا خير كده يكون جري تربيه في عقوية الزمر ده هكذا كسر صارين وها ايضا وكم اذا اصررته افرت سنة هداد قالوا دعاء بل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين دعاء عبد صفر تجربة لقرنا دعاء عبد وأهلك يا رب أبو دعاء ليس ودنا يا أبو شكر ليس وإني عم تكسيه فرح بعض الولد يا والد بق إلى يبقى كوا رجنا إيه ابن عمر عبد الله بن عمر هو عصرنا وهو أخنا يا عبد الله بن عمر أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي أيد من أقري ها قفك قانتك عابدك صلاة أتاقن سجوسنا الركوع صن قيامك يا صلاة ليلك بضينا يا آيات سكار ليسا قفا سكار ليسا ورنزل العلم يجيب على قصة حرارة لي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مركا آيات ركوع أخرين حجري
ذاك عثمان بن عفان ها أيضا نك الشيخ وعثمان بن عفان قف كله قائما مساجدا وقائما إيه وين كتاعن وعثمان بن عفان بن عمر صحابة وزقانا يا وزقانا ابن أبي حاتم بوحولية هاي عبد الله بن عمر هذا الكوحولي لسلاس لكثرة صلاة أمير المؤمنين بالليل صلاة بدون عثمان بن عفان هبينكي إياك وقراءتي حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة وحلو دعي جرتين هل ركعة قرآن قرآن كل ما يبقى قرآن قرآن هل ركعة كل ما يدعي جرت عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه هؤلاء سلف الأمة وأحوالهم في العبادات والطاعات عباداتك يا طاعاتك يا حارض السلف كأي هايين وتس عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وحامك النبي عبادتنا يا ضاعينا ويسير تهي ضعفينا الوسيب بدي هاي أنا سكوب على رجلينا برسالة تراويحنا أنا كنت داني إن الإمام كان لقب صنع لقب ما يصنع انت لقب اللون على لقب ما ينع هذه الإمام لبن الإسكان النصنع يا لبن شيخنا أما لبن قاري هل بإسكوين هل إمام بإسكوين هذه الإمام بنفر لا تكرك كلاس كاتلي ولما هذا ما ين الإمام كذي صلاة الله لما يا إمام ليرها صلاة ولما دماني لب الله ولا دمه وحال رجينا يا إنا هلا أجر القائم في الليل قف يا بيك تاجنا أجر كذنا هلا نبي عليه السلام صحابة يسي يا إنتي هبي لا تكرين يا وحيد النبي الله ما ودت ما ودت إذا وياك كبري ما قصوه حير النبي عليه السلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل كتب له قيام الليل لك إمام كيس الله يستعلى إلى وقبع الصلاة وحال وقرى يا هبين فرد لا سوى التاجناء صب بشارع عظيمة ما هل صعب أن تكنائي إمام كهذا تغب الله وضع ما يسوى صلاة ده وكوهات أفرع روكا تكتب فرق لبابكا تكتب فرق هل سيبت هل سيبت هل سيبت طبعاً كي دنبيه أقيم بضانك وصوره ويهنا لك العرب صح ما هارم تعيضا إمام كهذا لا تكن الله ما يسمى حديث كما حديث صحيح أهل السورة كذا صاري وحاكا من أعماش أي حجين شرين سلف كأحواش رضي كصاب سند ضاعاتك أي رمضانك قديس إلي سيكر ديان مو وبرا يكود الآلام صدقة كمدهد صدقة إلي حلبحة لقال بحنت نبي عليه السلام أفرز سفديس كيف كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لله هذا الله في بذل المال والعطاء وبحنت النبي مالك لله الله يبعوها أفعل التفضيل كان أجود النص صمت أجود النص أشجع الناس معها وحق يعني بقول كيف كذا معها بقول كيف أنت معها أجود الناس بوها نبي قدرك كأرد يحسسن بوها رسولك عليه الصلاة والسلام داك ما كاعتماده وكان أجود ما يكون في رمضان مركو رمضان إمارون أو رسي كربين بضنا داك ذا نبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة دبير دبيشة صعتين للدراية حفق وهم رئيسه خيطه وقدر دبضنا معنا دو حوالي دبيشة سمين لو يمري مين لو يكم قنطها مين لو يكسي صعتها لكن النبي عليه السلام كان عامرا بالطاعة واحد دبيشة مكدر إلى ليلة يهي بقولك لحظة مجرسة وضعك مجرم دقيقة وضعك مجرم مري أساق يا دبيشة مركة يا دل دبضن يا خير قدر دبي أساق صلى الله عليه وسلم بالله ويسي لا بداية لا نهاية مركا كان أجود من الريح المصر صلى الله عليه وسلم وقدر دبنا خيرك ورسول كان عليه السلام هو قدوتنا أصلا قدير هنا ربنا قدير إلهنا وفجه سبحانه وتعالى ذي يشديس صحابة أؤمو نبي عليه الصلاة والسلام نبي الدق بسوح الرشا كان كرماها لم يشي إلى الله أركن بقول نفقه قيلة نين أنتو صاقبتو وحرم ككيهن مساكين تحرم كأجوا عن رسولك كيهن صلى الله عليه وآله وسلم بقول لي فوقيه ما كسوه حجر أنت الدادة إذا أيتا عمرك اللي حذر يصدق بعد مرة يا اللي حذر يصدق راسي أنت أصل اللي أبوي ما مهيا أنا قعدت اللي كجوا اللي حذر يصدق حرام بعجز كجوا رعي صلى الله عليه وآله وسلم وجودك يا كرمك نبي إلهي سي صلى الله عليه وسلم ده قد يصير كميت عمر بن الخطاب يا وحولي هاي نبي قام مالي وحولنا أمر إنا صدقا بحنا إن علماء الصومال تلقين ليه وصدقا بحصدا وتصدقوا وردتك وسنة النبوية جدك النبي قام ساسا ردتك إن الله أضلق وصدقا ربحيه وردتك بارك الله وقدر عبارك الله وليل هذا هربيه نرنت المحيطة ويا دحك كيرين
waxay ka keenay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dad abaareysan oo loo gurmaday sadaqadii mujtamaca iyo ummadda islaamiga wax loogu talaayay islaamka oo difaaciisii iyo waxqabadkii iyo jihaadkiisii lagu abaabulayay kullu hada nabiga calayhi salaam ciyuu ka hadli jiray oo ka aruurin jiray sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay ummadda haddaan la abaabulin oo takaaful ijtimaaci la samaynin oo isku noolaanin oo ka baahan aan loo hadlin dee waxa weeyaan muslimnimadii iyo walaalnimadii meesha ka baxaysa waa dharagsanahay adnawaa dhimanaysaa ma dhici karto tana u taagan yihiin marka culummada iyo dadka ehel khayrka oo dhan culmo keliya maehe ee dadka u hadla cumar marka wuxuu leh nabiga wuxuu na yidhi sadaqa bixiya marka uu maalintaana amraayo sadaqa bixiya waxay ku soo hagaagtay buu leeyahay anoo xoola haysta markaasa waxaan nabi yidhi fursa saarixa fursadda maanta haystaa abuubakar maantaan ka hormari wuxuu la soo orday xoolihiisa nis intuu kala gooyay xoolihii yuu nis keenay waa adiga oo 10 million haysta oo 5 million masaajidka keenay 5 million ya keena 100,000 bixiya muslimiinta oo dhan baa ku habsan duco dhan baa iskugu daray dhulkaaba la gelinba 100,000 marka nus buu xoolihiisa bixiyey nus uu keenay nabiga calayhi salaam baa wuxuu yihi xoolaha maxaad ooga soo tagtay inta xoolaha waa badan yihiine reerkii maxaad ooga timid caruurtii reer cumar markaasa wuxuu yihi intan oo kale nooga soo tagay abuubakar baa yimid oo cumar islahaa maanta abuubakar baan ka hormari abuubakar maanta uga hormaray abuubakar maanta ka hormari abuubakar markaasuu deena maqashiba ugu soo furfurayn xoolihoo dhan waxbaa soo ka tegeen oo didinaya ayuu keenay bianwaacihi jamiica asnaafilmaal xoolo wuxuu haysto o dhan buu keenay soo tuuray nabiga hortiisa calayhi salaam markaasuu nabigu wuxuu yihi war abuubakar dadkii reerkii maxaad uga soo tagtay lillaahi warasuuliiba ilaahi iyo rasuul baa nooga soo tegay dadkaa ilaahi iyo rasuul bay qabaan anigose awaamirtaydii awaamirtii aan fulinaya shaqadii laii dhiibay iyo amarkii laii dhiibay maan la imaanaya shaqadii aan fulinaya abuubakar radi allahu canhu waardaa abuubakar waa la gaari waayay khayr waa lagu gaari waayay hadday noqoto sadaqo hadday noqoto salaad hadday noqoto jihaad hadday noqoto silatu raxim hadday noqoto mariid la booqdo hadday noqoto mid intada la raaco hadday noqoto soo la soomo abuubakar radi allahu canhu wax ka qaadan lawaay lambarkaas waa ka qaadi waaya shahida almashaahida kullaha mashaahiddii nabiga calayhi salaam uu ka qayb galay oo dhan buu xaadiray abuubakar saxaabada qaar waxaad maqlaysaa shahida ilaa fulaana qaswada qaswaadka kale middaa middaasuuna ka qayb gelin ama abuubakar se waxaa ama taallo wax kasta oo nabigu la yimid wuu la yimid radi allahu canhu waardaa dacaanka marka sadaqadaa la bixinaayo sadaqadaa la bixinaayo suwar bay leedahay qaybay u qaybsantaa in cuntadii la quudiyo qofku cunto la quudiyo la siiyo idcaamu dacaam oo ilaahay uu ku ammaanay dadka yudcimuuna dacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiima waasira xoolaha ayagoo jecel bay waxay siinayaan miskiinka agoonka midka xiran iyo la qafaashay cadow u haysto ama xiran markaasay weliba waxay raacinayaan laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inamaa nudcimukum liwajhi illah ilaahay dartii baan inii quudinaynaayo abaal la kaama rabno inay wax ugu soo celisood maalin ifurdaamiso waxay qabatana kaama sugaayo ee ogow taasay dhahaya maalinta imaan doonta qiyaamaha ee qandariirka ah ee cadaabka iyo dhibaatadeeda ay badantahay sharteeda ay badan tahay maalintaas ayaa ka baqaya subxana watacala in badbaadiyo fawaqahum llahu shara dalika alyowm fiiri abaalgudka faada taxqiibka fiiri fawaqahum llahu shara dalika alyowm walaqahum nadrata masruura sharti maalinta ilaahay waa ka badbaadiyay dad baahan oo duruufaysan oo wabahaarsan oo ka qoslisiiso oo calooshiisii gubanaysay waxgeliso fawaqahum llahu shara dalika alyowm maalinta sharteedu ilahay kaga badbaadinayo qofka wuxuu la kulmaayo nadra wejigii baa muuri iftiin bariiq lamacaan ha farax ayuu la kulmaayaa maalinta iyada ha janno ilaahay gelinaya subxaanahu watacaala ayib nabiga markuu madiine galay nin la yidhaha cabdullahi bnu salaam alisraa'iili abuu yuusuf radi allahu canhu saxaabi jaliila reer yahuud buu ahaa xabru min axbaari lyahuud buu caalim buu ahaa wuu hayay nabiga calayhi salaam iyo sifaadkiisii markii la yidhi waa soo galay dhegtana wuu ku hayay inuu nin nabi aakhiri zamaan soo baxay maka soo socodkiisa inuu imtixaamu rabo isagoo beerti joogo fallaax buu ahaa iyo uu maqlay orodkuu soo ordayba nabigoo dadkii la hadlay buu yimid oo ley ayuha annaas adcimu dacaam wafshu salaam wasiru larxaam wasalluu billeyl wanaasu qiyaam wanaasu niyaam wasalluu billeyl wanaasu niyaam
تدخل الجنة بالسلام وسجع غير مقصود أن تكلف كل جرين سجع قاس فصاحة النبي عليه السلام يبلا قد يسوي صار النبي هذا الله قيمها بدل يسكت توصل أي وحي جاء الحق على الرباني جاء أي كهذا تضاو من تلاتك قوية ذات سلام تفافية قرابة حريرية ها قرابة حريرية ذات قوية سلام تفافية ذات سلامة وجه فراء جنة من الدليل كل إنسان سلام يذكر كل إنسان لأنه جنة ودار السلام الله يدعو إلى دار السلام دار السلام بناه اليومية لها وحانا قال إياه ذاتك خيراك وراء قال له يبدأ دار السلام قل الله نرد الله سبحانه وتعالى أحمد يتمده إبا صوصه وحدي ساعه الشيخ الألباني وحالوية كان ينبرر السلف كاميرا أفرك الفريه وحيود دورين جرين وسين جرين ذاتك وكاسي أيوه قذي جرين مرك قام وحا كاميرا عبد الله بن عمر داود وطالبا كاميرا مالك بن دينار با كاميرا ويسوري أحمد بن حنبل الشيباني با كاميرا عبد الله بن عمر صدر حوبة هذا لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين أقول إيه دادك مساكين تأين وحلق من أرد عن تلقى شلان موينة أفر مبعون جرمه أما أرام أما مسكين وإن عن تلقى عيام أفكر مسار جرم مارك قارو حالي أبا أهل الكيسي رير كيسي إن المساكين تي أقول تي أي يريحان ويدعان وحقه ويبلاح إما أم بات سويس دارك تاني عمر باكور عبد الله بن عمر باكور هنا فلا يفطر في تلك الليلة هبيك ما أفره سو مسكين كلا أفر الله وحرومين البرينين وحرومين البجينين الفرينين أنا ما بأفره يا بحاوة ها تسوديس ما بأفره يا بحاوة انتو دينا هيني بريد رضي الله عنه وأرضاه عبادة إن لقوذي وضدك مباهم ضعامك الله الصين أيه وحيد شاء عبادوي كريد شاء ولا كريد سيد ريسا وحاكم إذا التودد والتحب استعال إيه وضدك إلي استعلادان قفت قعانت إيه وحكالي بي بي كون رونا وكون طرح مدك كلو كالميديا ما يانيور باكحن تا يانيور تبقفك وحسية كسو دواني حيوانك كالغانا واسي داسي محبية موداء لغوهلا إن عمتدى ضدك الله الصين لقوذية إلا استعلادة ومحبة الله لنا والسبب من أسباب دخول الجنة أسباب الجنة ومقرية كم تهيب لا تدخل الجنة حتى تؤمن من أبوله ولا تؤمن حتى تحب جنة قريب ميسان إراد مؤمنين سحا كما قطان مؤمنين سحا ما نقر إنسان إراد إسكت جعلاتان قلب إلا إسكو فرطان نيد إسكو فرطان استعلاتان مع إسكو جعلاتان سلام ونهسن مع إسكو جعلاتان هدية عطية وحساسين تهادوا تحابوا مع إسكو هدية واستعلان إنسان استعاد مع الوهرة إلهي هو اسكي سالها عرصم هاس هو اسكي إلهي الوهرة إنها عرصم عبادة سي مركة انتبه آب بحيث عبادة ستكون هالشي مع قبل تودوا بأي عرش إلهي هو اسكي إلهي تكون هالشي وحاكرة تكون هالشي مجالات الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على طاعة ذاتك انتبه هذا كسوة قيب قليل ولاك سناية لأرامتي إيو ذاتك مارتي ولاك سناية كوعناية مع كهشي مجالسة الصالح دادوا لها يسمى الله فريزتك ها أعوك الميسي ما عدي عبادة ما أعوك الميسي التي تقوّل عليها بدعامك انتظر أنتي يا عبادة يا الله عدي كحي بيستين صلاة بوتكين ولتكين هدو قاجي سنة هاي صم بصوية ورصامين هدونا صحور تهيرين محوها دا عي قراءة القرآن برمض واقنا يا هديونا وشحن قاس عليش تأيق الشق هدونا قاجي سنة هاي ورلقي ماضي بعد الصغير هولي من القوة والحكيري انت العاتي سي ولذلك النبي عليه السلام عليه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون دعامك إلا تقوى هل صاحب قفع المؤمن هين انت العاتي علم قفع عام تقي هين قفع السقه مجرمة او انت انت كده قحمان لألاية واسك السين انت العاتي كمؤمن كيامكم انت العاتي كسرات 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 كعبادة سيب القرآن كقوة عام عشرات كحفظين كوا صار ربا انتظر هذا إيه حوار هذا ورجع إلى الله أدو كوا صار في عن التقيرة وابن سكود عيال أو انتظر ما كل رأحنا دعاء لجود دعاء مع كمذا أكل دعامكم الله برار بارسها ورسكود عيال حلو لجود دعاء انتظر هلا عنا هذا ورد دعاء معس انتظر هذا حقنا نذكر أبرار تبار رياك انتظر إله يوم عنا يرسكود عيال معي البار انتظر هذا دعاء أنه كعبد أنا رأوك الملك حجي أجل باكه الشيء وحاكم إلى صدقاتها مسألة هذا وقت يصوص عطي رمضان كتفطير الصائمين ذلك الصومن إلا عفورية ومسألة مهمة حديث مشهور وقرن إسلام النبي عليه السلام وكره من فضل صائما كان له مثل أجره غير أنه
لا ينقص من أجر سائم شيء نيكي قف صوما أفريا أجر كيسيو كيولي كي صوما أنا أجر كالغنوز قابل مهيد أولو أفريا وأجر كيولي الله لها قوستي مئة أجر كيلاهي وكامل كاكاها واسين أدين أجر كيسيو كيولي بسين صوم كادين الله هزتا هذا قبل بك دير باتا لغا الله بارس تالي كصوما إلا أفريا أجر كيسيو هيري قف صوما أجر كاسا لغيرا صوم كاس أفريا الله أفريا أفوكا أما حنتكدي أما تمرسي أما بيها السين ها وحكوا أفروا على ذلكرت وها كبير السلف كواحد كده يعني جل عبادة الاجتهاد في قراءة القرآن إن كده يعني جل قرآن أخرتيس ومسألة مهمة بشهر رمضان شهر القرآن بالله وبش القرآن كسيود دري هذا له وين كتير رمضان هو سجارة وسيود دري ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل في القرآن تلدي يعني إن أنزله في ليلة المباركة إن أنزله في ليلة القدر مركا رمضان بكسر الدليل يكسر يهل ليلة القدر ليلة القدر بكسر رمضان هذا بيش القرآن كهدي تاعي القرآن كو إن لوسو يستعجل ها القرآن كأخرين تيس مركا الله عز وجل يسألكوا لا ما بنعبد كفير إنجلي لا ما بنعبد ولا كفيريا كثرة قراءة القرآن وبنع كبر البكاء على قراءة القرآن إن بقوا القرآن كأخرين تيسنا وقيمت اللبات القرآن كإن إبرنا يا خريان وكل دلالان نبي عليه السلام بأرد يديه صلى الله عليه وآله وسلم وآدوا أخرين جري بل هلين كسر جبريل بأوي ما جري الله مدارة سنجر قرآنك سنة كبير انتان الله رجل بأو عرضي النبي عليه السلام سلف كورا السلاة سيهان صحابة يتابعين ده ومن تبعهم بإحسان ساسي هنجرين عثمان بن عفان رضي الله عنه دي النورين صحابة جريل كخليفة الراشدة وحوها يختم القرآن كل يوم مرة مارين وبقر رمضان قرآن كل مجري بقول يا طمني أفرت الصورة ذا القرآن ما لون والبود من جري رضي الله عنه وارضاه الإمام الشافعي أبو عبد الله ابن إدريس أصورة رمضان كمكي لجوانا قالوا يختم القرآن ستورة ختمة نحن نجرب القرآن كختم جري طيب شخص نحن نجرب مركو أخرية مركو ختمي بشي رمضان ما يقول أخرية ما لون والبود ما يقول أخرية ما لون والبود الله بطشر ما لون والبود وطشرب القرآن كدميني وإمام الشافعي رحمه الله تابعين تسوق كسوق على قتادة بن دعامة قتادة بن دعامة وهو هيقتل في كل سب في كل سبع دائما تضرب بريبرك وجوابه تضرب بريبر مربو دميج القرآن إلى القرآن هو تضرب الصبح ماري وبر الصبح وآخر جري تضرب بريبر القرآن هو دميج وأمرك عارج رمضان على جارين وفي رمضان مرك الجارنا في كل ثلاثة سدح بريبر مربو دميج وفي العشر الأواخر طبعاً كدم بيه رمضان كبرك اللي قارنا في كل ليلة هم يربونا مجر صورت سلف كو حاول وسيع عباس مايان شحن وسيع جاج قريس مايان خيك ويسي سعر مايان مر الله لما ملك وراجة وصابرا مواسم تأيو حليها خيرك ويسير الله الله مايان خيرك يا وراجة الإمام الزهري نكا قرر يسالنا محدث كها محمد بن مسلم محمد بن مسلم الزهري وحوها رمضان مكي وقال يفر من قراءة الحديث حديث كانوا أخرى وكعر الرجل وجوجين جري حديث أخرين هي حلقات العلم وجوجين جري ومجالزة أهل العلم والله فرس وكتري جري ويقبل على تلاوة القرآن قرآن كانوا أخرى وقابل جري بشهر رمضان الإمام السفيان الثوري أبو عبد الله إمام وكيل بيجر أمير المؤمنين في الحديث ثورة وحوها مكي رمضان لقال ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. عبادة دي كراءة أما فرها بنيت. انتو كسر طول القرآن آخر سكر. أيوه قابل شيء. طيب وقتي وعدوه. أسكت دري صار وقتي نجاري. غير تقوانا. وقتي قاعد بقول على ريال. نعم شيخ عبد الله مجرد. بارك الله فيك. إجازة ليسي. أحسن الله إليك. وحيرب الله صوي كوي. وحاس سؤال اسمه ديس له قرآن كبا معلوم قد ما نبينا عليه الصلاة والسلام وحوجي كما في الصحيح عبد الله بن عمر بن عاص مركو يري قرآن انت سقود ما ما انت كادك ما انت كادك مركو قد ما يحالي تدبر قد ما هانا كبدين بالي كبدين تدبر بل وحصار ري سدح بلغت القرآن قد ما لم يفقه مفهمين هكذا على الكيسة إن مالتي شافيق الوجه عثمان بن عفان مالتي المرة ما يجري
arintaas waxa ka jawaabay oo isku kay waafajiray raggaasi salafka ah ee aimatul hudaha ee cilmi xambaarsanaa xadiidkaasi indhaha kamina laabanine waxa weeyaan ibnu rajab baa hadalka noo fasiray wuxuu yidhi ibnu rajab alxambali imaamkaasi wuxuu yidhi inama araada annahyi calaa qiraati alquraan fi aqali min thalaathatin saddex beri ka yar in qur-aanka lagu dhammeeyo nahyigiisa waxaa loola jeedaa calaa almudaawamati calaa dalik in arrinkaa la daa'imo oo sanadkao dhan baa aad tiraahdo saddex beriba qur-aanka ku dhammayn adoo mashaaqishaadii kugu soo fakadeen oo umurahaada oo dhan baa mumaarasaynaya inaad tiraa qur-aankiina waa ku dhammeeyey saddex beri waxay ka dhigan tahay mashquulkii aad ku jirtay iyo qur-aankii aad dhammaynaysay markaas garab dhigto inaad u akhrisa qur-aanka hadanka hadii shicri aad boobsiiso iska dhamee iska dhamee iska dhamee aad tiraahdo ha فأما في الأوقات المفضلة بير أوقات الله فضلي كشهر رمضان سيدة بشهر رمضان وكري والأماكن المفضلة هي ميرها الله فضلي أماكن الله فضلي كمكة المكرمة سيدة مكة وكري لمن دخل دخلها من غير أهلها تذكر مكة تغيين تذكر مكة جنائي كل مشغول صلاة رمى والأنعين عبادة التغي فيستحب فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان وحلوصنا يا إني قرآن كإن بدن أخريان الختمان والختمان أيوة كفا إذا سنة يفضلك الزمنك إيا فضلك مكانك محايا يرطفك نسلع رمضانك اعتكافك كجيرا أما مكان جوغا وقت يسوء نبو وصلاح الحلي قرآن كريم أفضيا مركا أيوة بالراحة سي سهلا أو تدبر أو كسرا أو دقل إنو ما أنت قرآن كبا ميو وصورة قل لكن قفك أصلا أموري سكا يستهد لا كل ما يرايا qofka asaga ama ka yar ku dhammaynaya qofka asaga mashquulkii oo fiijinaya iyo qur-aankii oo laga rabo inuu khatimo inuu boobsiyo marka imaanaysa boobsiintaana waxay ka hor imaanaysaa tadaburkii iyo qur-aanka in la dhuuxaansado oo si degan loo akhriyo tartiilkii lais amray tanay ka hor imaanaysaa marka middaana waa baah tanna baah kale weeyaane kuma jirto ramadaan markii la joogo iqtarib alfursa ka faa'iidaysaan wene sidaasaa waxaa ku tagay axmed bnu xambal isxaaq bnu rahawayi وغيره من الأئمة سياسة كفا السرين قرآن كائنة أخريان والويقى أن السلف كائن بضل قيمت كائن الويقى أن محيه البكاء عند ابتلاء تلاوة القرآن إن قرآن كمرك يأخرنا يا أولاد قرآن كأو صامن كويش قرآن كأو طاعته قرآن كأي معنيه سأي لص على تدبر بالي هذا قرآن كالي رأي ونقبر رأي بضل ليتدبروا فلا يتدبرون قرآن كإن لتدبر معنيه سأي لص على كلام كلاه ما يستحرق إلهي لا تكون قلت ضرف كان ضرف كان سنود الجلاه إلهي لا قرأ حض الله سبحانه أو كو أمر يا كو نهينا يا كو توسينا يا كو قسانا يا كو وعد يا وعيد كلام الله وهذا الكلاه وكشر فضا ما قرر نيسان كلام كلاهي أون هاي سنو ذا تبيسي قفك كلام الله إيه هذا الكيسا قيمية قفك هو قفك إلهي ذا تبيسي هذا أكد دور يا وجيس كاسا أكد دور وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجهك إفاء يا إلهي أركي ووجهك كلام كيس كنا عن سليمك يا جيد الجوي كسر وحاوي أن أرقي سادوا مسؤول لك معك كر إلهي نور أن لا أراه نبي حير والنور ها نور كإلهي سبحانه وتعالى كعجابا هدو فيد لها وحيقول له أنت وي أرقي سا إلهي سبحانه وأرقي سا أنت إجابة يقول له وما نعطك سنين وما نعطك سنين لكن أقربك اللي قال الجنة اللي قاله بشر كم حالتي سوى إزبادل قواتي سوى إزبادل إلهي روح القارسين يا أولت وأقول بدر نورك إلهي سامين تقول يا الله الدنيا الحجين كريم الدنيا إلا يكون عن سلام وجوه يوم هذه الناظرة إلى ربها الناظرة ترى إيمانيس مكة ويجري القرآن كيكو يجري في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود حديث كيزي الهذري وكي بيه جري النبي عليه السلام ويقول اقرأ علي القرآن قرآن كيكو الأخي مركزوا يا ربي أرضي ويا عبد الله بن مسعود طالب العلم معلم كيسير رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له القرآن وهذا هو معلم قرآن كأوهست بسرد عالي سرد عالي أوهست جبريل بس وقتل صدا من 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 رب العالمين أوكا مركا ما أغر عليك وعليك وزع ما أدري نقول تجيب أخو آخر ها هنا نقف كلا كم مغلان جعلها يقول له آخر مركزوا أخري دير في سورة النساء من موقت النبي أوت المعمي أستغرس كبير الله عليه آيات أفرتك آيات الله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا سيقار نبي أطابنا نبي محمد مركي أمد وبرا أي لأي ما ذا المخراتي قوذي يا إمام كوذي أدغنا قوة المخراتي أدو قوة وقسون استاجي حال محمد قندورة يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض
ولا يتمون الله حديثا. نبي عليه السلام إني بكتمت حسبك حسبك جوجني وأوي صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة الحلية هاي ما كيسودك تي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. القرآن كلام الله لا يعلى إنسان وإسكاف قوس الإنسان مياه ما بقول إنسان مياه ومحن يقول دعي مركي هذا سودك تي وحلية أبو هريرة وحكمي لها أصحاب الصفري ضربة العلم أرضني حرتي مسجد كنبي قريب وحكمي لها وحلية بكى أهل الصفة أرضني أهل الصفة لها النبي وكبر رجل تنور حكمي لها وهم بلضعتين إلى النبي عليه السلام كم قال قل كيسي أوهنتو إما كاسو النبي قال أوه عليه السلام أوهنت النبي بكى مغلين يسي أوهن هدنا ما كاسو النبي وحلية لا يرجى النار من بكى من خشية الله إلى درتي عبسيلي سقفك الله نار ما طابنا يسمى جناي النار. عبد الله بن عمر بالحوى قرية سورة المضففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين معاني تضدك أي استاغي دون رب العالمين ومضوا لنبا إلهي له استاغي دون واحد ترجمانه يندح يا مجر إلهي وكل أحد لا إياه معاني تأيضا أميا لقد بقين أيضا هكا مكوم رأي من عمر فبكى وأوي حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها وكا سوف توهين لطع يومك قد عي يوى قراءة جوجية وذي مزاح بن زفر إلا إلى هذا الحلية هاي وحانا تجيه سفيان الثوري يا سلام تجيه صلاة المغرب مرقصون لكم قال فاتحدوا بالله إياك نعبد وإياك نستعين وهذا وهم وأوي بكى حتى انقطعت قراءته وأوي وهم تهدئ لأراته إمامك أو صلاة وهم تهدئ قراءته صلاة يسي توالقي يا قراءة حريرك يا حرام يقضع بقضع عاية وفقيه سفيان الثوري ثم أعاد فقرأ الحمد فاتح المصاب الله بهدره لأنه مدبر بوهي ينبغل بوهي صلاة الحياة إياك نعبد وإياك نستعين مدار الدين عبادة الدين تقول ما شيء خصوصا عرفتها ابن القيم الجوزية كتابه مكألفين مدارج الصاركين هنا مدارج الصاركين بين إياك نعبد وإياك نستعين هل كان يعرين تكون إيسا درجاتك يا مراتب تضطكنا إياك نعبد كي أنت أتحقيق عبادة إلهي استعانة إلهي كلمة إلهي إن أيك وجرت كلمة ربيسو أنت صين دواشة هذا هي درجة هذا إيجار سنت هاي أيها الإخوة وحال رمضان إنه قدر على رمضان كسرف كنا أي كده لا نجرب اعتكاف كاملة وحال واجد الاعتكاف كا إن عبادة الشانس ظاهرة فصل ظاهرة غير كده ما قصوا حرارة أدونك سوقي مثل ثباتي من حايسة فبقى أدمش صفر يسطي وصلاة هي قراءة القرآن هي تسبيح هي تحميد هي تكبير هي ضاعة هي إقبال إلى القابلس نبي روح اعتكافي جريت وانك قدام بيسا سنة قدام بيسا لما تنبو اعتكافي صلى الله عليه وسلم ليلة قدر كل قدر لنا كاملة ولا شكال دور إن بدل ليلة قدر وان أكتين فضل يا إلهي هاي كن بربك خير بضانت هاي الإكثار من ذكر والدعاء وعر مهمة إن الدعاء هي بضيما ذكر قد استغفرت صوم كان هذا صلاة صعودة كل هذا كوي ما يهدو أدق يا أنت لو حقوت الحين ذكر إلهي استغفرت الدعاء حقوت الناس ها ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزيدكم قوة إلى قوتكم قوتك هي استغفرت يا توبة كنك يا ذكر يا طاعة إن العبادات كحج كذا صوم كذا أكهر مريسو وحقوت العيسى عبادة بحقوت العقوف الظن نفط هذا نظيف نقم دم بيجي أولئك كسارة دم بيجا وكابيح شيطان كي وسوسيدي سي عجز قريتي سي أماشا كابيح نقب وبوبة يساء ظاهرة ونظيفة نور كي راه المغضى أي نفط النقونا يساء وكستا ونبا أوتش الحسنان وكا النبي التاغن عليه السلام شرق شم جس كنت كنا يا رب عدد شم جس مرق عدد كنت كنا يا نفط سبحان الله ينسى إيمانك يا نورك كجنا يا خفضة يا فضيتك إله يسيك ورم قفك الصومان ولما وحال الرب أختيها إجابة الدعاء الله جل وعلا ودانا حكمير عند الإفضاء مركل عفراي للصائم عند فدري دعوة الله ترب قفك الصوم مركل عفراي دعاء للردين بوين مركل عفراي صو دعاء بدر الله إنه مركل ولما أنت ولي عفرين دعاء صو عند فدري لبا عند الأصحاب حلق سحورته سحورته أنا هنا وكان سحورته الوحي دعاء حلق سوا مهم وبين أصحابهم يستغفروا استغفار تبالي عن بدينا ودعاء على بريمة واحد اللي جاس قال له ثلث الليل الآخر مركو طلايو نصيده كره سدح مرة ملوك هبين كتبه حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى هناك سودة وسماء الدنيا وسودة
أولئي هل من المستغفر فأغفر له وحن رادين أن يبو إلهي نقول نادين أيها وحن رادين أن يمحوها يا دم الدافع أو دم الدافع ويديسان أيها يا دم الدافع ويديسان ودم الدافع بإلهي بعض ذلك أن رادين أن يمحوها دم الدافع هل كاسي كجرتها هبقى سيد أحمد الله أمال لما يبقى طوى ثلث الليل الأخير وصاهر حل قاس إلهي وإلهي يا دم الدافع ودم الدافع ودم الدافع ويديسان أيها يا وحي ويدي سنصي يا إبري والأجيلان إليه أحد كهدر وإله ملد معه رحمتنا معه والله أحد كدم الداف ودم دافك وإله ملد معه أحد كدعاء لأكبرك وإله ملد معه أحد كسواجه لأجيلك وإله ملد معه ها حديثك أساقع ابن القيم كتاب بكاني فيه وكسا بصم حديثك أساقع أشبهاتك أي تحريفك أي غالين تحريف الغالين وانتحار المبتلين سيدة أي أقل وعيين معناها عقل وشرح عن كفر أي كفر السيرين تفسيرك الصحراء وحويان أمروها كما جاء صدى ظاهرك الوسع السيرية وهو منهج السلف الصالح من صحابة رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان صدى سيقارين وحوالا بي أسكبت دقينا خيرك عن كفر إذا يسمى إضاعة الوقت لأن سكيدا الوقت لأن ضيعنا برنامج يومي أنت تشيني جدول قفر بابا عاوة وقدها لصباح رمضان باب بلانا أيه ميوب بشي رمضان وليم بلانا ها أراد كواذي وحر أردائي إنت المرضى حلنا يبقى أردائي متها لهذا رمضان وصوص عوال والأسمية والأسمية قفل البرنامج إنه سميستان رب الجدول تنتابل وقت ياس قرانك وقت ياس عباد ذكرية وقت ياس سلاة ليلك وقت ياس سلاة الضحرة وقت ياس صدقاء وقت ياس سلاة الرحم يا قرابة وقت ياس مستشفياتك إسبتالي ذلك الجرم البوغة شضرة وقت إنا دياسة نبوحينا وقد دينا إنت تبرتين أكود دينا أي اللب أما أنا وقت يعني ضيعناه ذكرى ضاعدي خيرات رمضان كي أصلها إنه طوب الله ونضافه أما صار أن أنجبنا قللا والعبادية ضاعية تقوى علينا لم يمانه مدايا وضياع الوقت ويان وإعراض عن ذكر الله ذكرى لرجل سنة ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أي لا إله سبحانه وتعالى قف ذكرى كرجل سنة من قاصر نور الحمد كن نورا يا نورا نهبيهن راح على هين سعادة يدقران على هين بكل نوران قف كي ذكر إلهي كفر هذا وحونا وليب قيامها التقيد ورها أصور إن الله هبك سنة افتين ينور وقصوا على ما هيستو انت لنا تائمان أن هذا افتين قارنه أمور قارنه أن ضعبي عبادة كده لأنه إلهي وحا كبر يا نفتي نفتي النبأ إنه وافج يا خيرك إنه عمل كينا عمل صالح قدره إنه إخلاص بوارزقه إنه بشأن رمضان يصوصوا تنقارسية خير عافمان يأمني أمان وقارسية dadka ka faa'iideeyay isteel la xoreeyay la dhaafay dambigooda in Ilaahay naga dhigo subhaanahu wa ta'aala furusta qiimaha faraha badan ee ramadaankaasi laga faa'iideysto inta aan sheegnay qeyb kale umradi ba kamida fi ramadaan la umraysto xajka lamida intaas Ilaahay hanu waafajiyo subhaanahu wallahu a'lamu billahi tawfiq sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad